بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. الذي الفقرة مع كتاب بيالليغي كومبروندر. طبعا بعد ما انتهينا مع جي ايتيان بون كامغاد، فهذه الفقرة ان شاء الله سنرى عنوانا جديدا كما عندنا هنا، لفا دوليطي. لفا دوليطي نهاية الصيف. لفا دوليطي، اذا طبعا عندما نتكلم عن ليطي سيكوا ليطي انسي بيك لو برينتون ليطي لوطون et l'hiver sont les quatre saisons de l'année. إذن كما نعرف جيدا بأن le printemps، إذا نتكلم عن فصل الربيع l'été، ثم فصل الصيف l'automne، فصل الخريف et l'hiver، ثم فصل الشتاء sont les quatre saisons de l'année، هم الفصول الأربعة للسنة. عندما نتكلم عن l'été، إذا نتكلم عن une saison، إذا نتكلم عن فصل. ثم عندنا l'automne les février، إذا نتكلم عن الأوراق تلمع. هنا عندنا لو فيرب بغي، هذا فعل لا مع، ولكن كما تلاحظوا بأنه مصرف في لامبارفي. إذا لو فيرب بغي إي كونجيغي أ لامبارفي. طبعا كما تعرفوا بأن لا تيرمينيزون دو لامبارفي معروفة. إذا هنا عندنا لا تيرمينيزون دو لامبارفي، إذا نتكلم عن نهاية زمان لامبارفي لي فيبغي. إذا الأوراق كانت تلمع، الأوراق كانت تلمع. ثم عندنا فاتيغي متعب، عندما نتحدث عن شخص نقول عنه إلي فاتيغي، مثلا إلي فاتيغي وبيجي سوي فاتيغي، إذا نتكلم عن أنه هو متعب أو أنا متعب إلى غير ذلك. ثم عندنا النواج، النواج إذا نتكلم عن غمامة، النواج إذا نتكلم عن غمامة هي كلمة مذكرة كما تلاحظوا بويزان نوتر، ثم أخرى. إذا عندنا غمامة ثم غمامة أخرى بويزان نوتر. ثم عندنا بليك بلوك، بليك بلوك طبعا نسمع قطرات المطر بليك بلوك هكذا. لو فون سوميت اسوفلي، اذا الريح، هنا عندنا سوميت سوميت اسوفلي يعني انه بدا في الصفير. نتحدث عن الريح بانه بدا يحدث صفيرا، المقصود الرياح بدات تهب. لو فون سوميت اسوفلي، اذا كما نقول ان تنفخ. في تعريف كلمه سوفلي طبعا اكسبيسي دو لير par la bouche ou par le nez par une action volontaire. Expulser de l'air par la bouche ou par le nez. أنك تدفع الريح من خلال الفم أو من خلال الأنف par une action volontaire. تدفع الريح من خلال الفم أو من خلال الأنف ولكن بطريقة إرادية، بشكل إرادي. نقول مثلا souffler sur le feu، يعني أنك تنفخ على النار. Souffler sur le feu. كلمة souffler أيضا تعني respirer avec peine، يعني أنك تتنفس بصعوبة. En expirant fort. En expirant fort. تدفع الريح بقوة وأنت تحس باختناق مثلا. نقول مثلا souffler comme un bœuf. Souffler comme un bœuf. Comme un phoque. أنك تتنفس مثل ثور مثلا أو مثل فقمة. إذا نتكلم عن نوع من الحيوانات البحرية، إذا نتكلم عن فوك. سوفلي كوم ان بوف أو بيا كوم ان فوك، أو بيا كوم ان فوك. لو فو سوميت اسوفلي، إذا الرياح بدأت في الهبوب إن صح التعبير. لابغ كي تخومبلي. ثم عندنا الشجرة التي كانت ترتجف، طبعا هنا عندنا لابغ تخومبلي أيضا مصرف في لامبارفي. لابغ كي تخومبلي، الشجرة التي كانت ترتجف. ثم عندنا لو فخوا، إذا عندنا البرودة لو فخوا، كما نقول البرد لو فخوا. ثم عندنا دي بيي بلي شو، دي بيي بلي شو، إذا نتكلم عن بلدان دي بيي، إذا عندنا بلدان بلي شو أكثر سخونة أكثر حرارة. إذا نبخون لو تيكست، لو سولاي أفي بغي توليطي شاك ماتا دو بونور. Il montait dans le ciel, alors la fleur des champs s'ouvrait, les feuilles de l'arbre brillaient comme des bijoux, l'hirondelle quittait son nid et dansait dans la lumière, car la bonne chaleur du soleil réchauffait tout le monde. Le soleil avait brillé tout l'été, et d'un HMS avait brillé, tout l'été, qu'on l'a saif, le verre brillait, بالأحرادنا لو بارتيسيباسي دو فيرب بغي، إذا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص في البغي.
طبعا كما تعرفوا بان لو بارتيسيپاسي ديال اي فعل يستعمل في الغالب مع ان اوكسيليير مع مساعد. لو بارتيسيپاسي في الغالب انه ياتي في زمان مركب بحال اللي عندنا هنا. هنا عندنا اوكسيليير انه مصرف في لامبارفي ماشي في البريزون، لانه كون كان مصرف في البريزون غيعطينا هنا لو باسي كومبوزي، ولكن هنا هاد لوكسيليير ما مصرفش في البريزون، هو مصرف في لامبارفي كما تلاحظوا. عندنا لي تيرمينيزون دو لامبارفي، هنا تيصبع عندنا لو فيرب بغيي مصرف في البلوس كو بارفي كما ذكرنا فيما سبق. اذا لو سولاي افي بغيي، اذا الشمس كانت تلمع. لو سولاي افي بغيي، لو سولاي افي بغيي، اذا الشمس كانت تلمع. توليطي، توليطي كل الصيف. طبعا تنتكلموا على لو بلوس كو بارفي ملي تنبغوا نتكلموا على واحد الزمان في الماضي ولكن تسبق ماضي اخر. لو بلوس كو بارفي il sert à indiquer une action ayant eu lieu avant une autre déjà située dans le passé. اذا il sert انه يصلح، تنتكلموا على لو بلوس كو بارفي à indiquer انه يصلح للاشاره ان اكسيون ايون ليو، اذا هو يصلح للاشاره الى فعل كان له مكان ايون ليو، كان له مكان افون ان اوتر قبل فعل اخر او قبل حدث اخر ديجا سيتوي دو لو باسي. هذا الحدث الاخر وهذا الفعل الاخر بنفسه ديجا سيتوي دو لو باسي، انه كما نقول تموقع او ذكر في الماضي. اذا عندنا واحد الحدث انه ذكر في الماضي، ثم عندنا فعل اخر تيجي قبل منه وتذكر في الماضي، تيجي قبل منه يعني انه ايضا مذكور في الماضي. اذا هذا الحدث الاخر او هذا الفعل الاخر اننا نضعه في لو بلوس كو بارفي. كومون سو فورم لو بلوس كو بارفي، اذا كيف يتكون لو بلوس كو بارفي؟ Le plus que parfait se forme avec l'auxiliaire être ou avoir. Le plus que parfait, un yétarakeb, men l'auxiliaire être ou avoir, ou un yétarakeb, men l'auxiliaire avoir, aidan, l'hsab le fi'l, chnou t'yhtaj, ou t'yhtaj l'auxiliaire être, ou l'auxiliaire avoir, taban, kama dakarna, b'anna aghlab l'af'al, anna tusarraf ma'a l'auxiliaire avoir. Aidan, t'yhtarakeb, men l'auxiliaire avoir, ou l'auxiliaire être, كونجيغي ا لامبارفي، هذا تيكون مصرف في لامبارفي بحال اللي عندنا هنا، كما عندنا هنا افي. اذا عندنا لوكسيليغ افواغ مصرف في لامبارفي، ثم شنو غنزيدو عليه؟ سويفي دي بارتيسيباسي دي فيرب كونجيغي، اذا متبوع بلو بارتيسيباسي المصرف. اذا نقول مثلا جيتي بارتي، جيتي بارتي. اذا هنا عندنا لو فيرب بارتيغ كما تلاحظو انه مصرف في البلوس كو بارفي. عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتيغ، ثم عندنا قبل منه عندنا لوكسيليير اتر مصرف في لامبارفي. علاش اختارينا هنا لوكسيليير اتر؟ لان لو فير بارتيغ اللي هو فعل انطلق هو تيدل على ان الشخص هو اللي انطلق بنفسه، ماشي هو اطلق شيئا مثلا، هو انطلق بنفسه. اذا هنا تنستعملو اتر. طبعا في المثال الثاني نقول مثلا جافي غاني، يعني انا ربحت. طبعا هذا الفعل هذا كما تلاحظوا، طبعا لو فيرب غاني هذا فعل ربح. عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل اللي هو غاني بهذا الشكل. لو بارتيسيباسي دو فيرب غاني هنا انه مسبوق بلوكسيليير افواغ ا لامبارفي. علاش اختارينا هنا لوكسيليير افواغ؟ لان لو فيرب غاني تنتكلموا على ربح، يعني ان شخصا ما ربح شيئا اخر، ماشي هو ربح نفسه مثلا، انه انطلق بنفسه مثلا. اما غاني يعني انه تيربح حاجه اخرى. طبعا الفعل متعدي هنا، كما نقول بانه يحتاج الى مفعول به، غيتصرف مع لوكسيليير افواغ. وطبعا لوكسيليير افواغ هنا مصرف في لامبارفي متبوع بالبارتيسيباسي الخاص بفعل غاني، اذا غنحصلوا في المجموع على لو بلوس كو بارفي دي فيرب غاني. نعود الى النص. عندنا لو سولاي افي بغيي توليطي، لو سولاي افي بغيي توليطي، اذا الشمس كانت تلمع توليطي كل الصيف. شاك ماتا دو بونور إل مونتي دون سيال، شاك ماتا دو بونور كل صباح دو بونور
إذا نتكلم عن ساعة جيدة إن صح التعبير، نتكلم هنا عن لا بون أوغ. لوغ يعني الساعة، دو بون أوغ كما نقول في ساعة جيدة، المقصود هنا باكرا. طبعا كلمة بون أوغ تعني باكرا أو مبكرا. شاك متى، كل صباح، دو بون أوغ باكرا، إل مونتي دون سيال، إل مونتي دون سيال، هي كانت تصعد في السماء. طيب هنا عندنا لامبارفي، هنا عندنا لامبارفي كما تلاحظوا لي تيرمينيزون، نفس هاد لي تيرمينيزون اللي عند هاد لوكسيليار لهنا، غير هو هنا لوكسيليار اللي مصرف لامبارفي، زدنا عليه لو بارتيسيباسي باش حصلنا على لو بلوس كو بارفي. أما هنا عندنا لامبارفي دي فيرب مونتي، يعني أن هاد الفعل غيتسرب بنفسه في لامبارفي، ماشي غنديرو لوكسيليار قبل منه في لامبارفي، هو غنديرو ليه لو بارتيسيباسي، لا. هنا عندنا الفعل مصرف بنفسه في لامبارفي، إذا عندنا لو فيرب مونتي كونجيغي على لامبارفي. إذا كيما تلاحظوا مع إيل تتكون عنده أي طي، إيل مونتي، إيل مونتي هو كان يصعد. طبعا تنتكلمو على الشمس اللي هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية، لذلك نقول هنا هو كان يصعد، إيل مونتي دون السيال في السماء. إذا نتكلم عن الشمس أنها كانت تصعد في السماء. ألوغ لا فلور دي شون سوفغي. Alors la fleur des champs s'ouvrit. في حين أن زهرة العقول، في حين أن زهرة العقول s'ouvrit، كانت تتفتح. طبعا نتكلم هنا لو فيرب s'ouvrir، هنا عندنا لو فيرب مونتي فعل صعد. إذن alors la fleur des champs s'ouvrit، في حين أن زهرة العقول s'ouvrit، كانت تتفتح. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب سوفغيغ كما نقول فتح نفسه او تفتح. لي في دو لابغ بغيي كوم دي بيجو، ثم اوراق الشجره بغيي كانت تلمع، كانت تلمع كوم دي بيجو مثل حلي، مثل الحلي التي تلمع. لي في دو لابغ بغيي كوم دي بيجو، لي في دو لابغ بغيي كوم دي بيجو، أوراق الشجرة بغي كوم دي بيجو كانت تلمع كوم دي بيجو. طبعا مع إيل أفاك أس تتكلم هنا على لي في، إذا نتكلم على الجمع الغائب، هذه من ضمن طبعا لي تيرمينيزون دو لامبارفي، هذه من ضمن النهايات دو لامبارفي. طبعا لامبارفي مع إيل أفاك أس تياخذ أي أو إن تي. لي في دو لابغ بغي كوم دي بيجو لي غوندال كيتي صوني أي دونسي دون لا لوميييغ. لي غوندال خطاف الشر، خطاف الشر، إذا نتكلم عن لي غوندال، إذا نتكلم عن السونو. كيتي كان يترك، كما نقول أنه يترك صوني. طبعا نتكلم هنا لو فيرب كيتي حتى هو مصرف في لامبارفي. إذا كيتي صوني أنه ترك عشه، أي دونسي، أي دونسي دون لا لوميييغ، ثم كان يرقص دون لا لوميييغ في الضوء، في ضوء الشمس. كل هذه الأمور طبعا كانت تحدث أثناء فصل الصيف. لو سولاي افي بغي توليطي، إذا نتكلم عن الشمس أنها كانت تلمع كل الصيف. ثم ذكرنا مجموعة من الأشياء تحصل أثناء فصل الصيف. إذا لي غوندال كيتي صوني، ثم أن السنونو، طائر السنونو، أنه كان يترك عشاو أي دونسي دو لا لوميييغ، ثم كان يرقص في الضوء، في ضوء الشمس. car la bonne chaleur du soleil car la bonne chaleur du soleil réchauffe tout le monde. لأنه car لأن la bonne chaleur الحرارة الجميلة du soleil للشمس، لأن حرارة الشمس الجميلة réchauffe tout le monde كانت تدفئ الكل، كانت تدفئ الكل، كما نقول بأن كانت تسخن الكل. عندنا لو فيرب réchauffer يعني أنك تسخن شيئا مثلا. إذا كما ذكرنا لو سولاي افي بغي توليطي شاك ماتا دو بونوغ إل مونتي دون السيال ألوغ لا فلور دي شون سوفغي لي فوي دو لارب بغي كوم دي بيجو لي غوندال كيتي صوني إي دونسي دون لا لوميييغ كار لا بون شالوغ دي سولاي غيشوفي تو لو موند. ثم عندنا مي لو سولاي إيتي فاتيغي دافواغ تون ترافايي إل سو لوفي بلو تار مانتونو et se coucher plus tôt. Un petit nuage gris arriva dans le ciel, puis un autre.
Crois-tu que le soleil va nous chasser aujourd'hui? Non, le soleil est trop fatigué. C'est notre tour. Et le ciel se couvrait de nuages qui cachèrent le soleil. Mais le soleil était fatigué d'avoir tant travaillé. ولكن الشمس était fatiguée. كما تلاحظوا بأن le verbe fatigué مصرف مع être. طبعا le verbe fatigué أنه يعني التعب. fatigué المقصود بها causer de la fatigue à أنك تسبب التعب لي لشخص مثلا. نقول مثلا la lecture qui fatigue les yeux qui fatigue les yeux. القراءة التي تتعب العينين causer de la fatigue à مثلا causer de la fatigue aux yeux. مثلا نقول la lecture cause de la fatigue aux yeux. إذن القراءة تسبب التعب للعينين مثلا للعينين. نتكلم هنا على الظرف فاتيغي أنه في المعنى ديالو هكذا أنه يعني التعب. إذن طبعا هذا الفعل واضح بأنه سيصرف مع أفواغ. إذن واضح بأن هذا الفعل سيصرف مع أفواغ. عندما نتحدث عن هذا الفعل بأنه يصرف مع أفواغ حنا نتكلم على لي طون كومبوزي. مثلا الباسي كومبوزي سنقول جي فاتيغي أنا أتعبت. تيا فاتيغي أنت أتعبت. إلى فاتيغي هو أتعب. Nous avons fatigué, vous avez fatigué, ils ont fatigué, هم أتعبوا إلى غير ذلك. أما في البريزون طبعا فنقول جو فاتيغ يعني أن الفعل مصرف لنفسه أنا أتعب. Tu fatigues, il fatigue, nous fatiguons, vous fatiguez, il fatigue, هم يتعبون. ولكن هنا تنتكلم على هذا الفعل بأنه يصرف مع إتر. هذا الفعل هنا مصرف مع إتر. إذن طبعا نتكلم عن هذا الفعل بأنه مبني للمجهول لأنه في الأصل ديالو تعني التعب. في الطبيعة ديالو في التعريف ديالو الطبيعي مقصود به التعب. إذن هنا هذا الفعل أنه مبني للمجهول. من الصلاي الطفاتيجي ولكن الشمس كانت متعبة. هنا كما تنشوفوا بأنه مصرف لامبارفي. هنا الأمور تتقلب تنطلق هنا من المعنى ديال الفعل كما ذكرنا. إذن هذا الفعل في المعنى ديالو أنه تعني التعب. إذن واضح كما ذكرنا بأنه في لي طون كومبوزي ملي تنتكلم على لي طون كومبوزي بحال اللي ظاهر لينا هنا. إلا شفنا هذا غيبان لينا بأنه سي ان طون كومبوزي فاش يكون الفعل ما مبنيش للمجهول تيبقى على طبيعته أنه تيتصرف مع أفواغ غيبقى مصرف مع أفواغ. ولكن هنا تنشوف بأن الفعل مصرف مع إتر. إذن واش تعني هذا؟ تعني تنتكلم على لافوا باسيف ولكن ديال لو فيرب فاتيغي. إذن هاد الزمان ديال هاد الفعل ديال لو فيرب فاتيغي شنو غيكون؟ طبعا غيكون هو زمان ديال إتر ولكن في لافوا أكتيف. ولكن في لافوا أكتيف إذن هنا عندنا زمان إتر اللي كاين فيه هنا هو لامبارفي. هو لامبارفي هنا عندنا إتر في لامبارفي طبعا فاش يكون لافوا أكتيف. إذن من خلاله غنعرفو من خلاله تنعرفو الزمان اللي مصرف فيه لو فيغ فاتيغي. مادام أننا عرفنا بأن هاد العبارة بأنها على فورم باسيف يعني في الشكل المبني للمجهول إن صح التعبير في الشكل المبني للمجهول. إذن طبعا هنا عندنا لو فيغ فاتيغي راه مصرف ألامبارفي. عندنا هنا لو فيغ فاتيغي مصرف ألامبارفي ولكن على فوا باسيف ماشي أكتيف. À la voix passive, يعني في المبني للمجهول. إذن mais le soleil était fatigué, ولكن الشمس كانت متعبة d'avoir tant travaillé. D'avoir tant travaillé, كما نقول لعملها كثيرا. إذن ولكن الشمس كانت متعبة لعملها الكثير لأنها عملت بشكل كبير. كل يوم تصعد إلى السماء مبكرا فتضيء وتنير وتسخن إلى غير ذلك. إذن فكأن الشمس هنا أن أتعبت بهذا العمل. Mais le soleil était fatigué d'avoir tant travaillé. ولكن الشمس أن أتعبت لعملها كثيرا. Il se levait plus tard maintenant. Il se levait plus tard maintenant. إذن هي ترتفع الآن. Plus tard. يعني متأخرة. Il se levait plus tard. Il se levait plus tard. كما نقول بأنه هو يصعد متأخرا. maintenant الآن. إذا نتكلم عن الشمس أن الآن أصبحت ترتفع أو تشرق بمعنى آخر متأخرة.
هذا الإشراق بعد فصل الصيف، سيأتي فصل آخر، وفي هذا الفصل الآخر سيبدأ تأخر الشمس في الطلوع، وكأن هذه الشمس قد أتعبت بعملها في فصل الصيف. إسوكوشي بليتو لوغار سوكوشي، هذا فعل نام، إسوكوشي بليتو ثم أن تنام مبكرا. طبعا لوغار سوكوشي المقصود بأن تغرب أيضا، نتكلم عن الشمس عندما نقول مثلا إسوكوشي بليتو المقصود هنا بأنها تغرب مبكرا، إسوكوشي بليتو ثم أن كانت تغرب مبكرا. الشمس الآن بدأت تشرق متأخرة، لكنها بدأت تغرب بسرعة. Un petit nuage gris arriva dans le ciel. إذا نتكلم عن غمامة صغيرة رمادية، arriva dans le ciel، أن وصلت إلى السماء. Pour un autre. ثم أخرى، بعدما أتعبت الشمس بعملها الطول الصيفي بدأت تصعد متأخرة، ثم أنها ترحل مبكرا، ثم أنها تغرب مبكرا. هذه كانت فرصة طبعا لبعض الغمامات لتأتي إلى السماء، وكأنه في فصل الصيف عندما كانت الشمس تملأ الفراغ، فكأنها كانت تطرد هذه الغمامات، فكأن الشمس كانت تطرد هذه الغمامات الرمادية بوجودها في السماء. إذن عندما خلت الشمس من السماء فهي كانت فرصة لهذه الغمامات حتى تأتي إلى السماء لتملأ مكان الشمس. Un petit nuage gris arriva dans le ciel. إذن غمامة رمادية صغيرة arriva dans le ciel، تصل إلى السماء. Pour un autre. ثم أخرى. Crois-tu que le soleil va nous chasser aujourd'hui؟ Crois-tu que le soleil va nous chasser aujourd'hui؟ Crois-tu؟ هنا عندنا الغير croire، فعل ظن أو فعل اعتقد. إذن طبعا أحيانا نتكلم عن les croyances، إذا نتكلم عن الاعتقادات، نتكلم عن les croyants، نتكلم عن المؤمنون، كما نقول معتقدون، les croyants المؤمنون. Crois-tu que le soleil va nous chasser aujourd'hui؟ هل تعتقدين بأن الشمس va nous chasser ستطردنا aujourd'hui اليوم؟ كما جرت بالعادة عندما كانت الشمس تملأ السماء كانت تطردنا دائما، فلا نستطيع التواجد في السماء. إذا الآن الشمس أتعبت بعملها الكثير، إذن crois-tu que le soleil va nous chasser aujourd'hui؟ هل تعتقدين أو هل تعتقد que le soleil بأن الشمس va nous chasser؟ هنا عندنا va chasser، va chasser. طبعا كما تلاحظوا بأن عندنا هنا كما نقول هنا لوكسيليغ الي، طبعا لو فيرب الي كما تنعرفوا بأنه تيجي فيما يسمى لو فيتور بروش، نتكلم هنا على المستقبل القريب، لو فيتور بروش، باش يدل على واحد المعنى بأن هاد الفعل سيحدث قريبا. عندما نقول مثلا nous allons sortir pour une promenade، نحن سنخرج قريبا لنزه، nous allons sortir، إذا نحن سنخرج قريبا. طبعا نستعمل هنا لو فيرب الي كمساعد للدلالة على أن الخروج سيكون قريبا. إذا هنا عندنا كخواتي كولو سولاي، هل تظنين، هل تعتقدين بأن الشمس فانو شاسي ستطردنا؟ هنا عندنا فاشاسي، فاشاسينو، هل تعتقدين بأن الشمس ستطردنا نحن أجوردي اليوم كما جرت بالعادة؟ إذا فتقول الغنم الأخرى نو لو سولاي اترو فاتيغي، نو لو سولاي اترو فاتيغي، لا الشمس هي جد متعبة، ليست فقط جد متعبة، لم نقل هنا نو لو سولاي اي تخي فاتيغي، يعني أن الشمس هي جد متعبة، بل جد متعبة. ترو، عندنا كلمة ترو تفيد الكثرة هنا، نو لو سولاي اي ترو فاتيغي، لا الشمس جد متعبة. سي نوتخ تور، إنه دورنا، لقد فات فصل الصيف والآن يدخل فصل الخريف، ثم بعده سيكون فصل الشتاء. إنه دورنا نحن الغمامات الرمادية التي تحمل الأمطار. سي نوتخ تور. إي لو سيال، إي لو سيال سكوفغي دو نياج كي كاشيغ لو سولاي، إي لو سيال سكوفغي دو نياج كي كاشيغ لو سولاي، إي لو سيال سكوفغي دو نياج. والسماء، إي لو سيال، والسماء
سكوفري أنه تغطى أو كما نقول تغلف دونياج بالغمام دي كاشيخ التي أخفت. طبعا نتكلم عن لغة كاشي، ومن اللعبة المعروفة كاشكاش، ومن اللعبة المعروفة كاشكاش نتكلم عن لعبة تعتمد الاختباء. إذن كي كاشيخ التي كانت تخفي لو سولاي الشمس اي لو سيال سوكوفري. طبعا نتكلم هنا على فيرب سوكوفريغ، قبل منا كاين عندنا لو فيرب كوفريغ فعل غلافة او فعل غطى، ومن مثلا كلمة لا كوفرتور نتكلم على الغلاف، نتكلم على الغطاء الى غير ذلك. هنا عندنا سوكوفريغ كما نقول انه يغطي نفسه او يغلف نفسه. اي لو سيال سوكوفري، والسماء تغطت دونياج بالغمام. الغمامات الرمادية هنا بدأت تأتي بكثرة إلى درجة أن السماء تغلفت بالغمام. كي كاشيغ لو سولاي، والتي أخفت الشمس. الشمس هنا التي كانت تسطع في الصيف كل يوم مبكرا، هي الآن لم يبقى لها ظهور، لقد أخفيت تماما ولم يبقى هناك إلا الغمامات الرمادية. إذن طبعا سنستأنف فقرات القادمة مع ما تبقى من هذا النص. إلى ذلكم الحين حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.